وصلنا لفقرة الحرف اليدوية، ومع أخصائية الحرف اليدوية في سابا اليوم رح تعملنا هيك غطى للقربة بما أنه إحنا بفصل الشتاء. صباح الخير. صباح البرد، كيفك؟ الحمد لله، يعني هيك برد الدنيا بلشت ولازمة لازم هيك الواحد يحط قربته جنبه. بالضبط، فأنت بدك تزيني لنا إياها، ما تتركيها هيك شكلها. مزبوط، إحنا بدنا نعملها من ولا شيء يعني. حلو. هلا صباح الخير في. صباح البرد، كيفك؟ أنا تمام الحمد لله، يعني أنا عم بتعلم شغلات كتير جديدة كل يوم في دنيا. سمير سمير، انا من المتابعين للبرنامج وكثير بحب الفقره تبعكم، بحب اشوفها. اهم شيء فقره الحرف اليدويه بحب احضرها، دفعت تيكت اليوم عشان اتفرج. تمام، يلا ايش نحتاج فيه اليوم؟ رح نحتاج قماش جرزه قديمه من عنا، بس تكون حلوه هيك، فيها زي جدله يعني، يكون فيها شوي نقشه حلوه. ورح نحتاج القربه اللي احنا بدنا اياها. انت جايبه قربه ساده، فكروا هذول ارخص ما تجيبيها اللي عليها الدبديب وهي الاشياء. هو روان يعني شو البوينت اذا بدها تجيب من اللي عليها دبديب تعمل لها غطا؟ يعني اذا جابت وحده عليها دبدوب او لها غطا اصلا ليش ما في داعي لهاي؟ انا الفكره مش هيك، الفكره انه للناس اللي ما بدهم مثلا يشتروها اغلى شوي بيشتروا الرخيصه وبنقدر احنا نزينها. بالضبط، ايوه بالضبط. فاحنا رح نجيب القربه تبعتنا، اوكي. رح نحتاج ورقه قلم والزينه اللي بدنا نزين فيها قماش ثاني شبر، ورح نحتاج دبابيس وبروخيت. تمام، اوكي. بس اوكي، فهلا رح نبلش. رح نجيب القربه اللي بدنا اياها، رح نرسمها على ورقه، اوكي، نرسم شكلها يعني، نخطط، اوكي. بعرفش انتوا بتستعملوا قرب ولا لا بالشتوية؟ يعني انا اشتريت هذا الأفرهول الكامل. ايش اي أفرهول؟ أفرهول كامل زي تبع البيبيز، والله لقيت واحد كامل. عندي زيه، عندي او خلص يعني ونهيت الموضوع. هو بنته بيلبسوا نفس ال حكيت مع تبع الديزل، حكيت لهم سامحينك هاي الشتوية اوفر. طيب اوكي، هلا خططنا بس شكل القربة ورح نقصها. اوكي رح نقصها، وهلا نحطها على القماشه اللي بدنا اياها. القماشه اللي عندي او الجرزه رح احطها على طاقين زي هيك، اوكي. وهلا رح احطها بالدبابيس على القماشه اللي عندي. هلا رح اترك شوي سبيس من هون لهون عشان لما بدي احطها على القربه نفسها رح اعملها زي هاينك. حلو، اللي هو الكمر تبع ايوه بالضبط. بس اول اشي بدي اثبتها عشان رح اقصها هلا دايركت. حلو، يعني انا في انا هلا بدي اعرف وين جبتي هاي الفكره. هلا هاي عن جد من وين جبتي هاي الفكره؟ هاي الفكره هاي جاهزه فقلت بدي اقلدها. حلو، يعني عن جد فكره مبدعه. مو اسمع، مو بدنا افكار طبعا، مش معقول. انا حلو، انت لما تكوني مثلا في السوق وعم تشوفي شغلات جاهزه بخطر على بالك انه هاي كيف بقدر اصنعها، وهاي بقدر كيف بقدر اصنعها وهيك. بالضبط، تمام. ومنه بتعرف يعني بتصير بارخص يعني من الواحد يشتريها جاهزه، اوقات بتوصل الفكره انه يعملوها بتكاليف اقل. هلا شوفي الجاهزه مش قليل سعرها يعني. ما هذا بدي اقول لك اياه، اللي عليها كوفر وحلوه يعني طبعا فرق، وهي صراحه كثير ارخص يعني لما تشتريها من المحلات. مزبوط، وكلنا اظن عندنا اياها بالبيت بس ما عليها الكوفر، هلا بنشوف كيف رح يطلع الكوفر. كثير حلو على فكره بصراحه، هي فكره بالشتاء خاصه اذا هيك يعني مع البرد هيك بتضلي حد حاططها جنبه. انا كثير بستعملها فيعني لقيتها فكره كثير كثير حلوه لاني انا بستعملها. لا في ناس ما بحبوها، بس انا من الناس اللي كثير بحبها وبضلني يعني اذا شفت اي شيء بالسوق عندي مثلا ثلاثه فبحبهم يعني. مبين مدام ثلاثة أكيد بتحبيهم. هلأ شوفي إذا مبين عندكم القص، هلأ مش ضروري يكون كتير كتير مرتب القص، بس تركت سبيس صغير أو مساحة صغيرة عشان القصب. أيوة، طب الله يسامحك في يعني لو مش ضروري يكون كتير مرتب كان خليتيني أنا. لا دخيلك بعد هذيك المرة. مش ضروري يكون كتير مرتب. شكلك معجب. طب لما نحتاج قص معفشك أو عشوائي، لما يكون عندك شغل بده عشوائية بناديك. احكي لي بعد هذيك المره حرمت ليش ايش هالدليلنا. هلا بقول لك، بس بدي اقول لكم انه من هون رح اعمل الخط ستريت. اوكي بس برضه
رح ابعد عن الرسمه اللي عندي. اوكي، يعني ضل الخط مستقيم. أيوة. طب ليها؟ عشان انه راس القربه او هاي هي راسيه القربه رح تكون زي هاينك. كيف اللي احنا بنلبسها الهاينك؟ رح تيجي هيك على رقبه القربة. او تتنيها زي ما بتنوا الجراب الصغار. ايوه بالضبط. اوكي، هلا هيك طلعت عندي الشكل. هلا لما نخلصها ونخيطها، هلا اكيد ما رح يكون معنا وقت ان نخلصها، بس هي مبينه هيك. يعني الشكل واضح تقريبا. اوكي. وبس رح نترك شويه حفه، هلا بس نخلصها رح يكون شكلها هيك. اوكي تمام حلوين. في معاكي وقت في اذا بتحبين. لسه ما خلصناش. تمام. اوكي، هلا بس نخلصها رح نحط القربة جواتها. خياطة عادية، قلم يعني خياطة إبرة. خياطة أي عادية. أي لون بالبق طبعاً أكيد. طبعاً على طبعاً. أوكي. هلأ ننقي لون هيك جرزة قديمة بس شتوي، يعني عشان عشان القربة. عشان هيك كنت عم بحكي لك عن هاي الرقبة تبعتها، عشان هيك رح نتنيها. تتنيها تاني. زي ال تعطي شكل احلى. ايوه بالضبط زي الهاينك. اوكي، وهلا بنقدر نزينها. هلا لما بدنا نزينها ما بدنا نزينها بشيء كثير بارز، لا بدنا شيء هيك ماشي يعني. ايوه دافي. اوكي، هيك بيطلع شكلها. هلا راح نزينها. حلو، بيتوتي كمان هيك. بيتوتيه لما بتاخذي القربه مثلا على عرس بتفصلي لها بدله من بدله قديمه هيك او تول مثلا بتسوي لها بدله قديمه بتاخذيها معك. الفكره انه ليه اخذها معي على العرس؟ دفي حالك. اوكي، هلا بدنا نستعمل اي خيش مثلا قماش احنا بدنا اياه. بنقص شكل قلب او اي شكل بدنا اياه. اوكي، هيك بيطلع عندنا شكل قلب. رح نلزقه هون. هلا احنا بالبيت رح نخيطه. اوكي ما رح نلزق شيء، لانه بتعرفي مرات القربك حتى القربه بت لا وبتتوسخ كمان، فعشان تقدري تغسليها. فانا هلا هون برضو قاصه قلب، رح بس عشان الوقت رح الزقها، بس احنا مش رح نلزق شيء، رح نخيطه كله قبل طبعا ما نحطه على القربه. اوكي سوري نسيت. اوكي، رح نحطه هيك. انا برضو قصة من القماشة نفسها قلب اصغر بدي احطه جوا. حلوة طلعت. يعني هذا برجع لنا كيف احنا بدنا نتفنن. اوكي، خليني احطه هيك. هاي كلفه، يمكن هاي محلات الكلف اللي موجوده. بس لاحظي نقيت شيء حتى هذا زي القطن نعم. فيكون ناعم، لانه احنا رح نحطها بحضننا، فبدناش شيء بارز او شيء ما يكون قماش. اوكي، يعني شكل القربة بشجع انه واحد هلا ياكلها يدفى. يدفى بشجع الدفى كثير لك على الحرف اليدوية انت. اوكي، كثير حلوة صارت صراحة. وديدي هاي الكلف اللي بتيجي قماش، بس في منها اشكال كثير والوان، في الوان واحد كل خيارات. الالوان كثير اشياء يعني كانت مش متوفره بالسوق، كنت استصعب الاقيها، بس هلا اللي بده يعرف من وين بدله صار في كل الالوان، فكتير حلوين هدول. بلزمونا هيثم اذا بدك نعمل شيء بدلك. انا كنت عم اقترح مع الشباب قبل ما نبلش، انه بما انه هلا نحن صرنا شباب نشارك بالفقره، انه تعملوا لنا شغلات لها دخل يعني باهتمامات الشباب. فالشباب هون كانوا عم بيقترحوا غطى للقنوه، القنوه للشبريه، غطى للمسدس، غطى تابلو سياره امام مثلا. ممكن عن جد عم بحكي، ممكن ليش ما نعمل شيء رجالي المره الجايه؟
هاي رجالية كمان. هاي بتزبط. هي قيمة القلب بس. بتزبط. يعني خليها سادة بتزبط. يعني ما بعرف أنا إذا أجاني هيك هدية حتى أنا رح أحبها كتير. صح. إذا حدا بده يجيب لي عم بسمع حكي أنا. إذا حدا بده يجيب لي يجيب لي قربة. فحاضر هيثم المرة الجاي نعمل لك إشي رجالي. الله يخليك عن جد ثانك يو والله عن جد عم بحكي عن جد إنه فكرة هيك رجالية. أو حتى ممكن الست تعملها لزوجها أو لأخوها أو أبوها. صح مزبوط نعمل لك. شكرا. خلص. بس مش لقنوة ولا فرد ولا شبريه بدنا اشياء هيك لطيفة مسالمة نبعد عن العنف لا لقير السيارة بعيد عن لقير السيارة ممكن هيك خلصت يا أحلاها شوفي شو صراحة بدعتي طلعت بدعتي كتير ومن حلوة. يعني من مواد عنا احنا بالبيت ما بدها كتير كلفة بس بيطلع شيء هيك نايس كثير حلو عن جد بدعتي فيه رائعه ثانك يو انا لو عندي بلبسها بتعمل انت فكرت تلبسها اصلا في اول انا فكرت طقيه هذيك اول وحده بس بحكي ليش انه راسها كثير صغير اسمع هو بنقدر نعملها يعني هاي الفكره على بلوزه حلو صح يعني بلوزه هاينك عاديه بس نقدر نقص هيك شكل قلب ونحط هدول الكلاكيل لانه اصلا هدول انا بسميهم كلاكيل بس في بالسوق منهم جاهزين عم بتلاقي بلايز مصبوط. عليهم هدول. يعني بتتزين فيها بلوزه ساده عندك ممكن تحطي ممكن على فكره تعملي لنا هيك افكار لقدام بلايز حدا كثير في على فكره عندنا بلايز ساده وبحب هيك يحط عليهم اشياء يزينهم خلص وعد اوكي لإلك ولا إله شكرا يا ثانك يو ثانك يو